يجري حاليا العمل ان شاء الله على اطلاق عده عقود. طبعا شكلنا عباره عن مجموعات استشاريه لاطلاق مجموعه من العقود، من ضمنها عقود البلاستيك، ومن ضمنها عقود الذهب بالتسليم الفوري اللي هي السبوت جولد. وخلال تمت الاتفاقيه مع بورصه بومبي بالهند لاطلاق عقود اجله على مؤشرات سوق الهند لسنسكس، وكما تم توقيع اتفاقيه مع مورغان ستانلي كابيتال لإطلاق عقود آجلة على عقود مورغان ستانلي التابعة لأسواق الهند.